رح نبدأ بمساحة من الإبداع والتميز، واليوم عنا كتير من المؤسسات والفعاليات يلي عم تدعم شبابنا السوري، الشباب الموهوبين والمبدعين بكافة المجالات. لابد اليوم أنه نحكي ونضوي على مؤسسة مبدعون من أجل وطن، هي المؤسسة الموجودة من 2020 يلي عم تدعم المواهب بكافة المجالات الثقافية والعلمية والإبداعية. رح نتعرف اليوم أكثر على المؤسسة، على المجالات الموجودة فيها والواقع الموجود، الكوادر الموجودة، كثير من الأمور يلي رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الدكتور بهجت عكروش، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبدعون من أجل الوطن. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. كل عام وأنت بخير. أنتوا سالمين إن شاء الله وبلدنا بخير يا رب. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح يعني بلشنا بالبداية من تاريخ المؤسسة من 2020 شهر التاسع، خلينا من هي النقطة بلش بالحديث مع حضرتك، كيف بلشتوا وكيف كانت تحضيرات لحتى صارت هي المؤسسة الكبيرة ووصلت لهون؟ الله يبارك فيكي وكل عام وانتم بخير لكم ولبلدنا ولكل ناسنا ولأهلنا، وإن شاء الله الاطمئنان للجميع. المؤسسة يعني كانت الفكرة تبعها هي من خلال الأزمة، من رحم الأزمة كان في كتير عندنا من الشباب الإبداعيين اللي أطلقوا أفكار إبداعية ومبادرات إبداعية كتير كبيرة، وكان لي شرف أني أنا أكون موجود مع الناس من بدايات الأزمة بالعمل المجتمعي. لاحظنا أنه في كتير من الحالات اضمحلت، ما عاد بيّنت بعد فترة. طبعا السبب الرئيسي أنه ما كان في حاضن، طبعا الدولة أكيد هي مشغولة بالأمور الأخرى في معالجة الأزمة، فلذلك هؤلاء الشباب لم يكن هناك حاضن حقيقي لألهم مجتمعي. فكانت فكرة المؤسسة هي بحضن هذه المبادرات، هذه الأفكار الإبداعية، الشباب الإبداعيين الذين فعلا أطلقوا الكثير من الحالات والأفكار. من هذا المنطلق انطلقت فكرة المؤسسة، وبدأت بتجميع بدأنا بتجميع بعض الكوادر اللي لها علاقة فعلا مباشرة بالتطوير، بالإبداع، بالتميز، بكيفية الاحتضان، التدريب، التأهيل، التمكين إلى آخره. انجمعت مجموعة كوادر حقيقية أكاديمية، ومن خلالها أطلقنا المؤسسة بمؤتمر تأسيسي ومؤتمر صحفي ب 3/9/2020. تمام دكتور، يعني كان في أنشطة عديدة وفعاليات ومحطات هامة بعام 2023 ضمن المؤسسة، خلينا نستذكر بعد هي المحطات. طبعا يعني خلال 23 نعرف كان في إشكالية كبيرة، هي أزمة الزلزال الكارثي اللي مر على سوريا. لذلك كنا مبلشين بإطلاق جائزة اسمها جائزة مبدعون السنوية، وهذه الجائزة هي تحفيز الشباب، وكان كل عام سيكون لها عنوان. العنوان ب 23 كانت للأمور الثقافية والشعر المجتمعي اللي بيدعو إلى الألفة ونبذ العنف وقبول الآخر، وكان في مشاركات كبيرة جدا، وحقيقة كانت مسابقة كبيرة جدا ومجموعة كبيرة من الشعراء، وانطلقنا فيها بداية العام، وكان فيها توزيع طبعا جوائز معنوية ومادية لتشجيعا للشباب المشاركين في هذه المسابقة. فيما بعد جاء الزلزال بشباط للأسف، وكان له تأثيرات كبيرة، وكان لابد للمؤسسة أن تدخل ولو هي طبعا في الإبداع والتميز، لكن هي بالنهاية جزء من المجتمع السوري والحالة الكارثية اللي أصبحت. فكان للمؤسسة أن بالتعاون مع بعض الجهات، المؤسسات والشركات والنقابات، أطلقنا مبادرة اسمها مبادرة ضماد الروح، وهي تعنى إضافة للحالة الإغاثية بضماد، أي الدعم النفسي للمتضررين من الزلزال، فأخذت بهذا المجال أخذت بعد كبير. يعني حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر في العلاج، وطبعا انطلقنا باتجاه كل المحافظات والمدن، من جبلة إلى اللاذقية إلى حلب إلى إدلب إلى حماة وإلى ريف دمشق، فكان هناك نشاط كبير جدا اقتصر بهذه المرحلة على موضوع الدعم فيما يتعلق بأسرنا المنكوبة. فيما بعد بدأنا رجعنا إلى نشاطنا الرسمي، وبدأنا بالتحضيرات للكثير من الأمور، وخاصة
هناك فكرة بحب ضوي عليها اللي هي ركزنا عليها وعملنا يعني حفل تكريمي، انه دائما عم يكون تكريم لأي شخص متميز أو مؤسسة متميزة، وخاصة الأشخاص بعد وفاتهم. فكان الفكرة بالمؤسسة انه لا، احنا لازم هدول الناس اللي قدموا وعم يقدموا وعم يكون إنجازاتهم إبداعية عالية جدا يجب أن يكرموا بحياتهم أولا. يعني أنا مو بعد ما يموت كرمه في بحياته وأمام ناسه وأمام أهله، وبنفس الوقت هو عبارة عن حالة تحفيزية للأشخاص الآخرين اللي يبدعوا. فأطلقنا وسام درع الإبداع برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأقمنا حفل تكريمي لعشر شخصيات على مستوى الوطن، وكانوا أعتقد برأي الجميع كانوا مستحقين جميعا بدون استثناء. فهذه الحالة أيضا أصبحت حالة مكرسة سنويا، هو درع الإبداع 23 وسيكون درع الإبداع 24. وبدأنا بالفترة الأخيرة بالتحضير لل 24 بإعادة هيكلة المؤسسة، بوضع خطط يعني لكل لجنة من اللجان العلمية الإعلامية الثقافية الاقتصادية. وإن شاء الله تعالى بال 24 حتشوفوا كتير شغلات يعني تستحق بلدنا ونحن نستحق كأشخاص إن شاء الله. أكيد دكتور، ببداية كل عام أو كل مشروع لتحضيرات جديدة لازم يكون في صعوبات وأشياء كتير صعبة، بدها كتير من الصبر والقوة لحتى الواحد يقدر يتجاوزها. خلينا نحكي عن الصعوبات يلي واجهتكم أثناء تحضيرات العام الجديد. طبعا الصعوبات موجوده وبقوه، ومن منا لا يعي ما هي الصعوبات الموجوده حاليا. طبعا الصعوبات الاكبر هي الصعوبات الاقتصاديه اللي موجوده، والضغط الاقتصادي والمالي والاجتماعي اللي موجود. هذا الشيء عم يحد كثير من اي عمل بدك تقومي فيه. لذلك في اشكاليه كثير كبيره بكيفية التحضير، وكل عمل بدك تقومي فيه يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى دعم. طبعا الدعم اللوجستي الحكومي من خلال الدولة هو موجود، وتهيئ كل السبل والظروف، لكن نحتاج دائما إلى دعم اقتصادي ودعم مالي. هذا الموضوع حقيقة هو عائق كبير جدا، وخاصة المشاريع الإبداعية. صحيح. هي مشاريع تحتاج إلى تمويلات، يعني المشروع الإبداعي يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تمكين، يحتاج إلى 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 حاضنة، فهذا كله يحتاج إلى تمويل. فحقيقة هي هون الصعوبة الكبيرة جدا اللي عم نواجهها. لذلك أنا بقول من نسبة للسنوات الماضية أنا لا أخجل في أن أقول هناك بعض المشاريع تم إيقافها لعدم قدرتنا على الاستمرار فيها، لأنه تحتاج إلى تمويل عالي. والوضع الاقتصادي هو يعني ما نمخفي على حدا أنه في ضغط كبير جدا على الكل، حتى رجال الأعمال يعني عم يكونوا مقتصرين على حالات معينة، حتى يعني حتى الدولة بحد ذاتها هي مقننة بطريقة معينة، لأنه يجب أن نتآلف مع الواقع الموجودين نحن فيه. فهي صعوبة من الصعوبات الكبيرة جدا اللي عم نواجهها. لكن حقيقة نشكر الرب يعني أنه الكوادر الموجودة في المؤسسة بمجلس الأمناء والهيئة الاستشارية ما عم يقصروا، عم نحاول ندعم هذه المشاريع من خلالنا الشخصي، من التمويل الذاتي وليس من تمويل خارجي، وهي اللي عم تحدى فيها قدر الإمكان هذه الصعوبات التي تحصل. تمام دكتور، بما أنك ذكرت الكوادر الموجودة ضمن المؤسسة، خلينا نوضح أكثر عن آلية العمل ضمن المؤسسة، عن اللجان الموجودة، عن الكوادر. هل هي أكاديمية مؤهلة فعلا ممكن اليوم تدعم هذول الشباب وتستقطب أفكارهم الهامة والمميزة؟ أكاد أقول وبكل فخر أنه هذه المؤسسة تحتوي ضمن طياتها مجموعة كبيرة جدا من الأكاديميين المشهود لهم على مستوى ومساحة الوطن. الهيكلية الإدارية للمؤسسة يعني أخذ شكل نوعا ما فعلا أكاديمي، في مجلس أمناء، في هيئة استشارية. هذه الهيئة الاستشارية فيها أكثر من 120 أو 130 من الاستشاريين، وهن عبارة عن شخصيات أكاديمية موجودة
على ضمن الهيئة الاستشارية. هذه الهيئة الاستشارية وهؤلاء الأشخاص هم موزعين ضمن لجان. اللجان هي الثقافية، الأدبية، العلمية، الإعلامية، الاقتصادية، الموسيقية، الفنون التشكيلية. فهذه هذه اللجان يرأسها، ليرأس كل لجنة هو شخص أكاديمي بالمطلق متخصص ضمن حالة اللجنة، ورؤساء اللجان يضموا إلى مجلس الأمناء ليكونوا بالقرار، بقرار التحضير للمشاريع الإبداعية وبالتالي اتخاذ القرار المناسب من مجلس الأمناء. هذه الهيكلة التنظيمية والإدارية نوعا ما هي حالة نشكر رب العالمين أنها هي ناجحة حتى الآن. وأكد لك تماما، وكل من يعرف هذه المؤسسة يعرف تماما صدق ما أقول، أن معظم الشخصيات هي شخصيات أكاديمية قادرة على إدارة دفة كل لجنة على حدة، من ناحية التربوية أو الاقتصادية أو الأدبية أو الموسيقية أو إلى آخره. فنحن بهذه الكوادر استطعنا حقيقة أن نصل إلى كل ما يمكن أن نصل إليه من المبدعين، من شبابنا المبدع. وطبعا أؤكد الإبداع ليس له عمر، يمكن أن يكون طفل، ويمكن أن يكون كبير، ويمكن أن يكون شاب. صحيح. خلينا كمان نتعرف من حضرتك دكتور، كيف تم التنسيق مع الكوادر الثانية أو التشبيك مع مؤسسات ثانية؟ كيف كان التنسيق بيناتهم؟ نعم، لا شك يعني نحن أحد أهداف المؤسسة هو تعميق ثقافة العمل الجماعي وسياسة الفريق والانفتاح على كل الجهات، لأنه متأكدين أننا كمؤسسة أو كأفراد لا يمكن أن ننجح، ولا يكون نجاحنا جزئي، لا يمكن أن يكون نجاح كامل إلا من خلال الشراكات. لكن الشراكات المدروسة، يعني أنا ما بصير أعمل شراكة لمجرد الشراكة، أنا بدي أعمل شراكة تكون مع جهات ومؤسسات تكون تحمل ذات الرؤى، ذات الأفكار. يعني لا يمكن أن يكون لقاء بين جهة بعالم آخر وجهة بعالم تاني، يجب أن تكون في تلاقي بالأفكار، تلاقي بالرؤى، تلاقي بالهدف اللي عم نسعى له. ومن خلال هذا المنطلق حقيقة عملنا مجموعة من الشراكات الجميلة جدا على مستوى الدولة. عملنا شراكات مع وزارة الثقافة ووزارة التربية ومع جامعة دمشق، مع التعليم العالي، مع كل الجهات الأخرى الأكاديمية. وفيما يتعلق على مستوى المؤسسات، يعني هناك مؤسسة التعاون السوري الروسي اللي كان بالفترة الأخيرة، عملنا شراكة، وشراكة ستكون ناجحة جدا، لأنه في مجموعة قامت على مجموعة من المشاريع اللي إن شاء الله ستكون مفيدة لكل أهلنا وكل مجتمعنا على المستوى الطبي، على المستوى العلمي، حتى على هذا المستوى، على مستوى عيادات، إطلاق عيادات مشتركة. العيادات السورية الروسية حتكون هي داعمة لكل مجتمعنا على مستوى العام ببطاقة، هي بطاقة مستفيد. في عنا دعم مع مراكز أيضا بحسومات عالية للتخفيف من الأعباء على أهلنا وناسنا. بنفس الوقت في عنا شراكات على مستوى دولي ممكن أن تكون، ومؤتمرات على مستوى دولي لاستقطاب الآخرين من الخارج، وأيضا دعم المبدعين الموجودين داخل سوريا. تمام، يعني من خلال حديثك دكتور عم نشوف في جانب وعمل إنساني كتير كبير ضمن المؤسسة. اليوم يمكن مو قدرة كل الناس وكل الأشخاص يسجلوا شبابهم أو أطفالهم بمعاهد ودورات لحتى يمكن يتقووا أكثر وينموا مواهبهم. لا. طيب اليوم أي شخص حابب ينتسب للمؤسسة إن كانوا أطفال أو شباب، شو آلية التواصل اليوم دكتور معكم بشكل طبعا سريع؟ سؤال كتير جميل ومشكور عليه، لأنه كتير بيسألوا أنه نحن كيف بدنا ننتسب. يا هل ترى كل من سينتسب يجب أن يكون مبدع؟ بالتأكيد لا. المؤسسة هي لرعاية الإبداع، ورعاية الإبداع هناك أشخاص لترعى الإبداع، وهناك أشخاص إداريين وتنفيذيين. ويعني نحن نحتاج كمؤسسة، نحتاج كل الكوادر، ليس فقط إنسان مبدع. نحن نرعى الإبداع ونرعى الحالات الإبداعية، لكن من يقوم على حالة الإبداع هو يحتاج إلى كل شيء، من أقل حالة لأكبر حالة. يعني نحتاج
الإداري، المنظم، العلاقات العامة، التنظيم، المراسم، لأنه هي فعاليات كبيرة جدا. فبالتالي أي شخص يرى نفسه قادر على العطاء ويخدم هذه الفكرة، يؤمن بهذه الفكرة. يعني أنا الفكرة دائما اللي بقولها هو الإيمان بالفكرة، إيمان بالإبداع ورعاية الإبداع. عندما يكون يمتلك هذا الشخص هذه الرؤية وهذه الفكرة، فنحن سعيدين في انضمامه لنا. وطبعا في عندنا صفحة مؤسسة مبدعون من أجل الوطن على 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 الفيس، وموجود الموقع أيضا، موقع مبدعون على الويب، فممكن يتواصلوا معنا ويتواصلوا مع حدا من أعضاء الهيئة الاستشارية أو مجلس الأمناء، ونحن سعيدين إذا كان يحقق هذه الشروط أكيد. أن يكون من ضمن تعداد هذه المؤسسة. دكتور، يعني بالختام نصيحة جدا مهمة لكل الشباب المبدعين، يتواصلوا إذا لقوا أي صعوبة على صفحة المؤسسة. شكرا لك، كنت معنا اليوم الدكتور بهجة عكروشة، رئيس مجلس أمناء سوريا مبدعون من أجل وطننا. شكرا لك. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك دكتور بهجة، نورتنا.